وأيضا راح نتعرف على حالة طقس اليوم مع الزميل محمد الشاكر. راح ننتقل لطقس اليوم. إليك محمد، تفضل. صباح الخير متابعينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية. إذن أحوال جوية غير مستقرة تتأثر بها المملكة، هي تسمى حالة من عدم الاستقرار الجوي. يتوقع أن يستمر تأثيرها منذ ساعات صباح هذا اليوم، بدأ في بعض المناطق ومستمرة معنا حتى ساعات متأخرة من صباح غدا الأربعاء. ماذا يعني أحوال جوية غير مستقرة؟ يعني أن الطقس غير مستقر، أي أننا نتوقع أن تحدث زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في بعض المناطق والنطاقات الجغرافية الضيقة، الأمر الذي يتسبب في العديد من المرات بحدوث وتشكل للسيول المفاجئة وجريان كبير للأودية والشعاب. وبالتالي ندعوكم أن يعني كل الحرص والانتباه بعدم التواجد في أي من المناطق الأودية والشعاب، في مناطق البادية، في مناطق الصحراوية، في مناطق الأغوار، في ظل الظروف هذه، في ظل هذه الظروف الجوية. أيضا هذه الحالة مع عدم الاستقرار الجوي مترافقة مع اشتداد واضح في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي سيعمل على إثارة موجات من الغبار، أتربة مثارة أحيانا في بعض المناطق، بالإضافة إلى أن هذه الرياح بحد ذاتها تصبح أشد قوة في مناطق الشفا غورية ومناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا بعض الأضرار للإخوة المزارعين في البيوت البلاستيكية، وندعوهم إلى الانتباه من هذا الأمر. كما ندعوكم اليوم إلى عدم السباحة أبدا في مناطق البحر الميت، وذلك بسبب أن هذه الرياح الشرقية تهبط من أعالي الجبال باتجاه منطقة البحر الميت بسرعات كبيرة، الذي يؤدي أحيانا إلى جنوح الأشخاص الذين يكونوا على بالقرب من شاطئ البحر الميت. هذه أيضا الأمطار التي قد تهطل بشكل أساسي في المنطقتين الجنوبية والشرقية قد تكون مرفقة بزخات من البرد، وفي ساعات ما بعد ظهر اليوم والمساء يتسع تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ليشمل مناطق واسعة من جنوب وشرق المملكة، وربما أيضا تطال بعض المناطق الوسطى بما فيها العاصمة مع شكل زخات. أيضا في ساعات الليلة القادمة ربما تهطل بعض الزخات على شكل زخات ثلجية فوق أعالي وقمم جبال الشرى في المنطقة الجنوبية. كما من المتوقع أن تصل الأمطار إلى مدينة العقبة في ساعات ما بعد منتصف الليلة القادمة إلى ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وتستمر فرص الأمطار موجودة معنا صباح يوم الأربعاء خاصة في المنطقة الجنوبية والشرقية على وجه التحديد، حيث أن فرص الأمطار كلما ذهبنا إلى الشمال تضعف وتكون أقل مما عليه الحال في باقي المناطق. الطقس اليوم في العاصمة عمان سمته الأساسية طقس بارد، راح يكون عندنا يعني أجواء باردة بشكل عام، قد تكون أجواء بعض الشيء مغبرة في بعض الفترات. درجات حرارة سجلت 6 درجات الليلة الماضية، اليوم نهارا 11 درجة مئوية، والأجواء تكون بوجه عام يعني رياح نشطة وغبار وأتربة مثارة. نتعرف الآن معكم على درجات حرارة العظمى اليوم والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. في إربد 14، 4 عجلون 13، 5 جرش 14 إلى 6، نفرق 16 إلى 5. جميع هذه المناطق هناك رياح نشطة على وجه التحديد في هذه المناطق، وربما تكون هناك بعض الأتربة والغبار والموجات الغبارية، وتبقى هناك فرص أحيانا لبعض الزخات الرعدية والأمطار. هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي، لا يمكن التكهن بالضبط في أماكن هطول الأمطار، وهي ليست منخفضا جويا منتظما. بالنسبة للمناطق الوسطى في عمان 11-6، الزرقاء 15-6، الصل 13-7، مأدبة 12-5، وفي البحر 121-13، أيضا رياح نشطة، موجات غبارية، فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار تتركز في مناطق البحر الميت على وجه التحديد. المنطقة الجنوبية أمطار رعدية متوقعة في مناطق عدة، في الطفيلة مثلا 12-6، في الشرع 10-3، في الكرك أيضا 12-6، في معان 13-5، أمطار رعدية في هذه المناطق. في العقبة اليوم 21 والصغرى 12 درجة مئوية، يعني أجواء غيوم متفرقة إجمالا. ربما نتحدث عن بعض الأمطار بعيدة منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء كما ذكرت في مدينة العقبة. شرقا أيضا أجواء غير مستقرة، رياح نشطة 17-3 في الرويشد، الصفاوي 17-4، وفي الأزرق 18-4 درجات مئوية. ما هي التوصيات لهذه الحالة الجوية؟ 3 أمور أساسية. الأمر الأول هو من أهمية الانتباه من سرعة الرياح في المناطق الشفا غورية وتأثيراتها على البيوت البلاستيكية ومخاطرها على المزارعين. الأمر الآخر ضرورة الابتعاد التام عن أي مناطق مجاري سيول، شعاب، أودية، الإخوة القاطنين في المناطق المنخفضة في جنوب المملكة، في مناطق البادية، الابتعاد عن هذه المناطق خشية تشكل السيول المفاجئة. والأمر الثالث هو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع نسب الغبار في الأجواء في بعض الفترات. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم، سنبقى معكم على متابعة مستمرة لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. يمكنكم ذلك أيضا عبر تطبيق طقس العرب، أو حتى زيارتنا على موقع طقس العرب arabiaweather.com ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة وسعادة، نهار سعيد أتمناها لكم جميعا، إلى اللقاء.